أنا وليت لكم معاكم دي هيبيو. راني نبدا الماسكارا تاعي اليوم في يديا. علاش؟ خاطرش راني حابه نحكيكم على الماسكارا. حاجه 10 ولا 11 معلومه مهمه لازم كل بنت تعرفها على الماسكارا. ما تقديش تحت من الماسكارا وانت ما تعرفيش هذه المعلومات. اولهم ان الماسكارا عندها عمر افتراضي. يعني شا عندها عمر افتراضي؟ معناها الماسكارا من 3 ل 5 شهور كالعمر تاعها الافتراضي ينتهي. معناها كتحكميها وتقيسيها وتروحي تشري وحده اخرى. هذه الحاجه الاولى. معناها كي تكوني تشري ماسكارا ديري في بالك ما كانش ماسكارا تدوم الى الابد. الحاجه الزوجه بلي اذا كنت عندك ماسكارا والماسكارا تاعك كملت روحي قيسي هذاك البرودوي اللي فيها وخلي هذا الريشه. فوالا خلي هذا الريشه خاطرش تسعقيها ممكن انك مشطي بها حواجبك ولا تمشطي بها رموشك كي تسعقيها في صالح اخرين. هذه حاجه زوجه. الحاجه الثالثه لازم تعرفي بلي كاين زوج انواع تاع ماسكارا. ماسكارا للايام العاديه كي تخرجي مع صحاباتك كي تخرجي تخرجي تاكلي كي تخرجي تحوسي هذه ماسكارا ديريها للايام العاديه. وكاين ماسكارا مضاده للماء. الماسكارا المضاده للماء ممنوع منعا باتا انك ديريها في الايام العاديه. علاش؟ الماسكارا المضاده للماء كتضر بالرموش كثير وهي ما دارتش الايام العاديه وانما دارت في المناسبات الخاصه. المناسبات الخاصه اللي تكون مثلا تروحي العرس تعرف روحك بلي غادي تبكي في داك العرس صافي غادي تاثري بمشهد ولا مع باليش. تروحي البحر تروحي لحاجه خاصه انك ممكن تبكي فيها ممكن الماء يلمس عينيك بما تقعدي وشك بهادلي وتولي وجهك كارثه. داري لك ماسكارا مضاده للماء. لازم قبل ما ترقدي تقلعي الماسكارا. حنايا شي لا تسكينا الضبايع اللي هما كي ترقدي تغسلي وجهك تقلعي الايشادو تقلعي كاع البرودوي في وجهك كاع كاع الماكياج اللي كنتي دايرته. لكن الماسكارا تاع الجري ولا كيجيك هكا تفني باش تقلعيها. الوغ الماسكارا لازم تقلعيها قبل ما تردي. علاش؟ الماسكارا كضرب الرموش بزاف من ناحيه انها تنشفهم انها تسبب ضرر كبير بالرموش انها تسبب تساقط الرموش. وانت عارفه انه بالرموش تاعك كي تساقطو ما غاديش ما بين ليل ونهار باش عادت الرموش تاعك غادي يطوال. هذه حاجه. الحاجه واحده اخرى سر الحصول على الرموش الغير متكتله بالماسكارا. زعما شاهدي سر الحصول على الرموش غير متكتله بالماسكارا معناها دي فوا كدير ماسكارا تقعد لك ماسكارا هنايا في رموشك حاجه ماشي مليحه وتبان بلي ماشي كاع غالي. واش ديري؟ هذه السبب تاع انك ديري الماسكارا وتعاودي ديري كيما هكا بهبط وهذه طريقه خاطئه تماما في الماسكارا. علاش؟ كي ديري الماسكارا ديري شوفي قاري ديري الطبقه الاولى الطبقه الاولى كيما هكا غادي تخليها تنشف وتروحي فيها تخدمي تكملي الماكياج تاعك تكملي مع روحك تروحي تخدمي شعرك تروحي ديري اي حاجه. ومن بعد كي تنشف ديري عاودي كي تنشف عاودي طالعي طبقه ثانيه طبقه ثالثه حتى حتى يكبروا ويطول. هذه الطريقه تعاود على الماسكارا هي الطريقه الصحيحه اللي وضع الماسكارا. هذه حاجه. الحاجه الثانيه انها تبين لك الرموش تاعك طبيعيه اكبر وطوال اكثر. هذه حاجه. الحاجه واحده اخرى طريقه تخلص تخليص الفرشات من سائل الزائد. زعما شنو طريقه تخليص الفرشات من سائل الزائد؟ كيف تخرجي الماسكارا تاعك كيما هكا يخرج لك هذا البرودوي. شوفي ممنوع انك تحطيه كيما هكا وحنايا كاع فينا نديروها وفينا هاد الغطاء تحطوها على كيما هكا. علاش؟ خاطرش كي ديريها كيما هكا غادي تعمر كاع من هنايا ومن بعد فينا غادي تلصق. حاجه واحده. الحاجه الزوجه ممنوع هاد الطريقه انا نديروها حنا كاع كيما هكا. علاش؟ كي تشوفي هاد الشعاعات اللي هنا كتقومي تهرسهم. معناها كي ديري كيما هكا راكي تهرسي في الماسكارا تاعك الاداه اللي تستعملي بها الماسكارا تاعك. وغادي كي تهرسي الماسكارا تاعك الا كان العمر الافتراضي تاعها من 3 ل 5 شهور الماسكارا تاعك سيبون غادي تروح وغادي تخسر لك وما ديرلكش غايه في المشكل. لكن كي تبغي تخلصي السائل الزائد السائل الزائد من الماسكارا واش ديري؟ غادي تحلي الماسكارا تاعك غادي تلقاي هذا السائل حدك تقضي قرا نشوف روحي في المكان كي راني دايره. غادي تقضي منديل كيما هذا وتحطي فيه كيما هكا. فوالا هذه هي الطريقه الصحيحه كيما هكا ولا كيما هكا وتروحي تعاودي ديري في عينك. هذه هي الطريقه الصحيحه باه ما تهرسش الماسكارا باه تدوب لك وباه عينك يخرجوا غايه. حاجه واحده اخرى على الماسكارا لازم نعرفوها راني نحكي لكم بوحدي اليوم خاطرش نسيت ندير فيديو قصير قد ما لازم. الماسكارا بديل رائع للاي لاينر. كي زعما الماسكارا بديل رائع للاي لاينر زعما بلي كي الايناغ تاعي كي كمل دونت بانيك
ما تروحيش تخلعي ولا تقولي سائلين اختك، ما تكبر الين اختك، حلي المسكرة وديري الين المسكرة تاعك تباس الينا. هو بديل رائع الايلاينر وحاجه ويدو ملك نفسها نفس الايلاينر ديجا هما نفس الخدمه اللي عندك. هذه حاجه. الحاجه واحده اخرى، كي ديري المسكرة تاعك تشفرك، المسكرة تاعك كي تشفرك شدي، روحي جيبي الماء. المسكرة كي تشف شرط انها تنشف قبل العمر الافتراضي تاعها، خاطرش الا فاتت 5 شهور تاعها سيبو نشفت ولا ما نشفت راح تغسليها وتجيبي وحده اخرى. لكن اذا نشفت قبل 5 شهور تاعك تاعها العمر الافتراضي شديري، جيبي ماء دافي حطي فيه المسكرة تاعك، خليها في هذاك الماء الدافي واحد 10 دقائق وانتي روحي خدمي صوالحك. ومن بعد كي نعود روحي تبدي المسكرة تاعك كتقلعيها تلقاي هذاك السائل البرودوي اللي كان جاف ولا الفيل. هذه حاجه. حاجه اخرى، جاني تديري هاد العفسه. شوفوا انا جبت وحده ماسكارا طونسبارو سبيسيالمون باه نوريكم الهواء اللي راه فيها. شوفوا الهواء، هاد العفسه اللي نبيعوها حنايا هذه طريقه خاطئه. علاش طريقه خاطئه؟ كتسبب في دخول الهواء، تشوفوا هادو الاخرين تاع الهواء فوالا، تسبب في دخول الهواء الماسكارا تاعك وتنشفها. وكي تنشفها غادي تخسري الماسكارا تاعك، خاصه اللي كانت تجي عليك وكنتي تبغيها غادي تخسري الماسكارا. حاجه واحده اخرى، الماسكارا تاعك جامي ابدا 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 لا تشاركيها مع بنت واحده اخرى. الماسكارا تاعك ملكيه خاصه، ما تشاركيهاش، ممنوع تشاركي الماسكارا تاعك مع بنت واحده اخرى. قولي لها تروح تشري ماسكارا تاعها، ما تحشميش ديك، وحنا نحشموا ونقولوا لها صحه هاكي بصح لا شاركيها، روحي قيسيها ولا روحي عطيها لها قولها صيب وخليها عندك. علاش؟ الماسكارا تاعنا كتلامس الرموش تاعنا، والرموش تاعنا حاجه طبيعيه فيها بكتيريا فيها حشرات صغيره فيها كاع صوالح اللي في عينينا تلقايها في الماسكارا تاعك. اما انت كي ديري هاد الصوالح كاع غادي يكونوا في الماسكارا تاعك. ومن بعد كي نشا هي تروح دير غادي نفس الشيء، تعمر لك الماسكارا ومن بعد كي نتي تعاودي ترجعيها من عندها وتعاودي ديري في عينيك. هذا هو المرض، كيما هكا يجي المرض زعما شاه. زعما انا من بعد كي غادي يحمر عينيا ولا غادي تخرج لك منا على مده معينه مرض وتقول لي في عينيك، تقولي مني من استعمال الماسكارا، الاستعمال خاطئ للماسكارا. الماسكارا تاعك ليك وحدك. واش ثاني جو بونس؟ هادو هما كاع المعلومات اللي على الماسكارا اللي لازم كل بنت تعرفهم. ما تقدريش تقلبي الماسكارا وانتي ما تعرفيش هاد الصوالح. نتمنى لكم الفيديو هذا كنتو استمتعتوا به وتكونوا استفدتوا منه، يكون نفعكم في بزاف صوالح. ما تنسيش ديري ابوني بارطاجي، يستفادوا منها صحاباتك، يستفادوا منها الناس اللي يكونوا مبتدئين في المكياج اللي هذا وراهم جايين للدنيا ولا راهم يتعلموا. نتمنى تكونوا ثاني استمتعتوا بالوقت تاعنا. هذه حاجه. الحاجه الزوجة هذه القناه كيسموها قناه دي هي بيوتي، اللي قدر فيها صوالح للمكياج ولا لابوتي بصفه عامه، لي برودوي نشريهم كنعاود نجي نقول لكم خدموا لي ما خدموليش، نوريها لكم دي فاندي لكم تيتوريال زعما نوري لكم مكياج كيما اللي مغي ندير كيما هكا. لكن كان حصه خاصه في قناة دي هي بيوتي اللي هي حصة فكر بصوت عالي، زعما شاه فكر بصوت عالي. فكر بصوت عالي هي حصة مديورة ليكم انتوما، انتوما تشاركوني في القناة تاعي، انها مش باش تكون قناة تاعي ليا وحدي. معناها اذا فيكم واحد عنده صوت، عنده فكرة، عنده اي حاجة باغي يشاركها للناس، ممكن يتصل بيا يكتب لي كومنتير يقولي بلي عنده حاجة. ديجا راني درت معاكم حلقة فكر بصوت عالي، انا فكرت فيها بصوت عالي وشاركت معاكم قصة السجن. ومازال ما كملتهالكمش، غادي ندير فيديو واحد اخر ونكملها لكم. اي واحد يحتاج حاجه، اي واحد عنده فكره معينه، ديجا شوفوا الفيديو تاع فكر بصوت عالي وهو غادي يعطيكم ملخص لهذه الحلقه واش دير وعلاش جبتها. نتمنى يكون عجبتكم. انا خليكم عيشوا فرحوا وارتاحوا وجربوا هاد الصوالح، وما تنساوش هاد النصائح اللي قلت لكم خاطرش هما مهمين بزاف. انا خليكم اشوفكم في حصه واحده اخرى في فيديو واحد اخر. نقولكم باي.